السجن وراه كيقلعوه يضربوهم بالعار، واللي قاد اللي دوا يحيدوا ليه راسو، اللي دوا يحيدوا ليه طرف من صحته، اللي دوا يقتلوه. راه الشبكه راه هنا كثار، راه المعامل ما كاينش، راه ما كيدوروش ويقلبوا نهار بنهار. واش هي يومين ولد لا ميت، وما كيدور قال بعيد منا وكيتفرج فينا والبوليس ما كيقلبوش عليه. احنا ماشي اللاج، شافوه اللي حاضرين. ولدنا ميتو خدامه كيمشي يجيبها، ها كيجي هو مع 12 كيمشي يضرين هركبيها كيمشي يجيبها. تعرض ليه ها صحابو اللي شاهدين، ها الاولاد اللي كانوا حاضرين، احنا راه ما حضرناش. اش وقع بالضبط؟ مني بغى يقلع ليه الموتور ما باش يعطيه ليه، مني ما بغاش يعطيه ليه ويقتلو. اعطي لي موتور كل نقتلك، هذاك مكان. وكل عام اللي قتلو، كل عام اللي قتلو شدوه، راه ملي قتلوه بقى قديع، راه اللي الكل حنا كنتحيروا هنا هو كيتفرج فينا. واش السيد لهذا الشيء كتبغيه؟ واش المخزن لهذا الشيء كتبغيه؟ واش المغرب ديالنا بحال هكا ديما كيكون بحال هكا؟ مغربنا هو ديما بحال هكا؟ وحاشا واش مغربنا حنا بحال هكا؟ وحاشا واش سيدنا بحال هكا؟ سيدنا الله ينصرو، سيدنا بقي والشعب لا بقى. جبت صورته الكبيره راه كاينه فيه السدان، كاينه في السدان عزال ضربت هي الشهاده ديالو. وراه حقرونا وحقروا هاد المراه وحقروا هاد الوليدات وحقروا الشعب المساكين وحقروا الناس اللي دراوش تهدد علينا احنا. وي ها هو كيدور ويتهدد على الشباب. اللي باللغ بيا الحيد ليه راسو، كيقول اللي باللغ بيا القتلو، اللي كيعود غادي دايز والناس خايفه منه. ها يا خويا السوار شو ها هما صحابو ها بعد راه لك عاد ها ودي عنده 19 عام شبابي بقي الله يبارك فيك. ولا خدام على دارهم، ولا خدام على دارهم، ما دارهم ناطقتلو لمو دابا مسكينه خلاها بحال هكا. مو خدام وبا خدام وبا دابا راه قاس من الخدمه، ولي هاز دارهم خدام في واحد الشركه اللي هنا هو قتلو لمو دابا، وعنده ديبلوم مسكين الله كيناض مع الصباح ناض مع الصباح باش يمشي يقلب على خدمه فطر. بس تمو فوق راسها قال لها امي انا نمشي نقلب على خدمه، خرج بغا يقلب على خدمه تلاقى مع الفوق قال لي عطيني موتور، قال لي لا ما عطاكش موطور شنو با دير بموطور، قال لي باغي نمشي نجيب به الحشيش والفانيد، قال لي لا ما نعطيكش موطور تمشي تجيب به داك الشيء. واش تو ضربوا الموس هنا في القلب قدام بنادم وبنادم تيشوف، وبالليل تيجي هنايا وتبقى عارف بنادم وقال لك باقي لي ثلاثه، باقي لي ثلاثه، قال لك باقي لي ثلاثه، باقي لي باغي يقتلهم. واش واحد قطع لي ليدو البارح في الحشيش هذا الشيء ها هو الدبلوم ديالو خويا ها هو ديبلوم خالي دري زوين ماشي شي دري اللي ها ديبلوم خالي ودارهم ما عندهمش ها 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 هو ها برق خالد ها هما ما عندهمش خالد ها هو. السلام عليكم. السلام عليكم. هاد السيد اللي ماشي خويا راه ولد الاخ ديالي، والسيد ضيع والدي فيه، هو اللي كان خدام عليهم، هو اللي كان معاونهم، والله اللي عالم بهم. راه خمسة الناس بلا والدين هي السبعة وضيعهم بزاف. وانسان اخويا هاد المخدرات راه كثروا بزاف بزاف بزاف، انسان ولا كيتقرقب ويفايق الصباح هاز السيف هاز جنويه هاز قتل واحد يقتل واحد. ما نعرفوا هنا شنو هو المصدر ديال هاد المخدرات وباذن من كيدخلوا. الله يرحم الوالدين، راه انسان حنا كنقتلوا بعضياتنا الدراوش كيقتلوا بعضياتهم. الله يرحم الوالدين الا ما ديروا اجراءات ديالكم. وهاد القاتل راه باقي اخويا كيدور هنايا باقي ما تلقاش قبض عليه. الله يرحم الوالدين، كنطلبوا من سيدنا ومن السلطات المعنيه بالامر باش دير خدمتها. وقع ولدي غادي عندي غادي عندي الخدمه، انا خدامه 12 ونص غادي عندي بالموتور باش يجيبني. تلقى لي قال لي تعطيني الموتور نشري نجيب عليه الحشيش، قال لي ولدي لا ولدي باقي صغير ما كيكمي حشيش ما يطرفكش مع اللي كيتحشوا. وهو يضربوا بالموس طعنوا ضربوا الفخدو ضربوا القلبو هرب، ديك الهربه اللي هرب ولدي طاح الموت طيح الموتور طاح طيح الموتور مشى للوقايه باش يهزو باش يهزو ويجو يدو ما بغاوش يهزو رجع هاز الدقه طاح في الدرب هذا الفوقاني اللي لهادشي. عاد مشى لي خو هزو مشى جاب لي لافيلانس هزو داه مات لي في الطريق. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار
شعر الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.